بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه ناصر للعلوم والتنس الارض تحييكم. النهارده هنتكلم عن نادال وفيدرال مع بعض. نادال وفيدرال خلي بالكم هم اصدقاء جدا في المنافسه بقى مع بعض، هم بيحبوا ينافسوا بعض، والتنافس جميل جدا، خاصه التنافس الرياضي بيبقى جميل جدا، والتنافس في التنس الارضي اجمل. جمع اللعب بين نادال وفيدرال الاسباني، وطبعا نادال انتوا زي ما انتوا عارفين ان هو اسباني، وفيدرال سويسري، وفيدرال سويسري باصول من جنوب افريقيا على فكره برضه عشان تبقى الجنسيه الصحيحه يعني، والتي يعتبرها الكثيرين من عشاق اللعبه انها اعظم منافسه في التاريخ بين فيدرر ونادال. كل الناس لما يعني بيعرفوا ان في ماتش نادال وفيدرر بتبقى على كوكبه الارض كلها بيحبوا ان هم يشاهدوا هذه المباريات، لان بتبقى مباراه ممتعه جدا بين اللاعبين. لعب 31 مره فاز فيهم نادال، 21 مره على فيدرر، يعني قبل 31 مره فاز نادال 21 مباراه مقابل 10 مباريات لمين؟ للسويسري فيدرر. يبقى في ال 31 مباراه، عشان معلومه معروفه، في ال 31 مباراه فاز من 21 مباراه لنادال و11 لفيدرر. فيدرر ونادال الواحدان اللذان استطاع البقاء وراء بعضهما في المركز الاول والثاني في التصنيف العالمي لخمس سنوات متتاليه. كنا نقول نادال فيدرر، فيدرر نادال، نادال وهكذا، فضلوا ان هم متساويين، وخاصه كان فيدرر فوق ونادال بيبقى الثاني باستمرار مع فيدرر. قعدوا على هذه الطريقه مده لا تقل عن 5 سنوات متواصله، وقد قام بانجازهما من 2005 الى 2009، يعني اللي كانوا اول وثاني من 2005 ل 2009 فضلوا مستمرين في التصنيف في العشر الاوائل لمده 5 سنوات متواصله. حيث الاثنين بقى ازاح اللاعب البريطاني بقى، جه غير الحته دي، اندي موري اللي هو خد منهم فعلا المركز الثاني، خده من الكابتن نادال اندي موري في 2005، في 2009 بدا يخش اللاعب اندي موري وخد المركز الثاني. فاز نادال ب 13 مباراه من المباريات ال 15 في الملاعب الترابيه، يعني هم اتقابلوا مع بعض 15 مباراه على الملاعب الترابيه، خد منهم نادال 13. دليل على ايه؟ دليل على الكابتن نادال ان هو فعلا ملك الملاعب الترابيه، لان تقابل مع روجيه فيدرر السويسري 15 لقاء فاز منهم 13 لقاء لنادال، ده دليل قاطع على ان نادال فعلا يتميز بالملاعب الترابيه وهو ملك الملاعب الترابيه، لان الملاعب الترابيه بيبقى لها عليها لعب، لها لذه جميله، وخاصه ان كمان اسبان هم بصراحه في مدارسهم بيحاولوا يعلموا على الملاعب الترابيه، معظم اللعيبه هناك بيلعبوا على الملاعب الترابيه. وفاز فيدرر مباريتين من مبارياتهم الثلاث على ملعب عشبي، يعني اتقابلوا مع بعض 3 مباراه، خد منهم 2 الكابتن روجيه فيدرر وكسب منهم ماتش نادال على ارضيه صلبه. 13 في 13 مباراه من 31 مباراه، كانت النهائي بتاعهم من 4 الى 3 ماتشات، وكانت قبل المراحل الاربعه الاخيره. اذا نقدر نقول ان فعلا نادال بيتفوق على الملاعب، نخرج من هذه المعلومات بان نادال يتفوق على فيدرر في الملاعب الترابيه تفوق ملحوظ، وكابتن طبعا روجيه فيدرر على الملاعب الصلبه بيحقق، وعلى الملاعب الترابيه ايضا، لكن نادال يمتاز عنه في الملاعب الترابيه. شكرا والى اللقاء في الفيديو.